قالوا تعالى كي قالت الامور وغادي ياخذ ليها ربي حقي مزيان. ضعت 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 بزاف، ضعت في حقي، ضعت في ولدي، ضعت في ذهبي، ضعت في فلوسي، ضعت في كل شيء ضعت فيه. تا واحد ما تفكرني تب فريدة، تا واحد ما تفكرني تب شي حاجة. قعدت كنفرصت تمحلت، كنت كنقول غادي نكون بخير غير، ولكن ملي جيت نشوف لقيت راسي مليوحة في الزنقة، ومازال باغي نبقى مليوحة في الزنقة. علاش؟ شنو درت تحت الدنيا؟ وشنو درت؟ شنو درت؟ كلشي الناس بديورهم، كلشي الناس بولتهم، كلشي الناس بأملاك ديالهم، إلا أنا كنجي نشوف راسي كنلقى راسي ما عنديش حتى بريكة فين نتقشى فيها، ما عنديش حتى بريكة، ما لقيتش اللي عولت عليه خوابيا. علاش حرام عليه؟ حرام عليه. كنقاومني كنقال لي غادي نبيع الدار وغادي نعطيك باش تشري. نلت معولة عليه. واحد دقيقة وكملي هضرتك. السلام عليكم. شوفوا اخر كلمة واخر قرار خديته، مريم غتبقى معايا. الناس اللي قالوا لي جبتي مريم ما تتسعدي، جبتي مريم، مريم معايا 5 شهور اونس، ومريم معايا يعني مريم معايا 5 شهور اونس، ومريم هي معايا ياك. مريم غادا تعيش معايا وغادا تتخلص، غتاخد رزقها، ما نقولش تتخلص، المهم راه ولات وحده منا، غتاخد داكشي اللي قسم الله، حيت راه تابعين حتى هي شي حوايج وبزاف د الحوايج. الله يعفو، الله يدير تاويل الخير. هادشي اللي نقدر نقول، ما نزيد شي حاجه فوق هادشي، يعني شي حوايج انا عرفتهم راه حتى انا فحالي فحالكم. اخر فيديو غنديرو هو هذا اليوم ان شاء الله، اخر فيديو غنبقى ندير فيه هذا المشكل. مريم وعد السيد اللي تربات هي وياه، اللي هو كتعتبرو خوها، قال لها يشري لها دار من عرف خوا بها، كانت برزقها، كانت لاباس عليها، دار تبالي يا مره. الناس اللي كيعرفوها غيخليوها لكم في كومونتيرات ياك. هاد الفيديو هي اللي بغات، انا كنت غنهضر اليوم راسي، كنت نبارطاجي معاكم روتين عادي ديالي ياك. هي اللي بغات، صافي مريم هي اللي بغات. خوا بيا بزاف، خلاني ضيعه، ضيعني ضيعني بزاف. علاش؟ باش جات 21 مليون ولا 14 ولا 12 ولا على اللي قال لي راسو، باش جاتو ولا باش بقى فيا الحال. نهار الاول قال لي غادي نبيع الدار وغادي ندور معاك، وقلت واخا وفرحت. شوف انا غنقول لك واحد الحاجه سيدي، انا عارفك اي بارطاجيو معايا، انا كلمه الحق غنقول، انا راه ما سوقي لا فكله فيها، انا درت غير خير، وهذا الخير ما عرفتش باش يتسلى ليا، وان شاء الله تكون العاقبه تدوز بخير وعلى خير، حيت انا راه ما كنتشوبش، انا راه ما درتش بنصيحه امي السعدية وهي كتموت. ساره فرقي عليك العيالات، انا مازال ما نسعى والله الخير ياك. انت سيدي ما مزيانش، واسمح لي انا كلمه الحق نقولها ولو في راسي. هاد السيده ما دارت لك والو، عيطتي ليها وصيفتي لها الشهر الاول 30 ألف ريال، والشهر الثاني 30 ألف ريال، ووليتي كتدخل في ما لا يعنيك فيها. انا درت فيها خير، جمعتها من الزنقه، راه كانت كتبات غير في الفيروجات. انا كون عرفت على هادشي ما تدخلش لداري، جاب لي السمسار، سميت السمسار عبد الله، كاين في الحي الحسني، سولوه عباد الله، هو اللي جاب لي. كانت جات لبقيتو تعرفوا ديك البنت الغرباويه اللي من سيدي قاسم، شويه ما تفاهمتش مع امي السعديه، مشات جاب لي مريم. نهار اللي غديت في الصباح قلت لها سيري فحالك، ما لاقتش ليا، حتى بدات تقول لي اختي ما عديتش فين نمشي، ولاو كيجريو عليا من البوليس من الطلبه ياك. انت سيدي ميسور لاباس عليك، عندك بروجيات خارج البلاد وداخل البلاد، الله يسهل عليك الله يزيدك ياك. حنا ما حاسدينك، هادي اختك، اليوم دنيا وغدا اخره، طالبه منك تشري لها دار ولو بالراكه قدام هاد الناس، شري ليها دار وتمشي تستقر. انت كتقول كدير الخير في البراني، ديرو في هاد السيده. علاش اختها مشيتي شريتي لها الدار والدوبات ودرتي لها مستقبل وطوموبيل وهادي؟ لا راه حشومه، انا ما عندي ما ندير ليها. وادم
ادم. وليت معصبه كنغوت على ولادي وليت ما نكذبش عليكم هادشي اوفر بزاف والله الا هادشي بزاف. الله يرحم لك الوالدين سيدي دير تا ول اختك. انا ما عطاتنيش خاطري ولو ضراتني ولو دارت لي مشاكل ما عطاتنيش خاطري نخرجها للزنقه ياك وما قدرتش نخرجها. داكشي علاش حن في اختك دير لها شي دويره فين تستقر. انا ما جريتش عليها وما نجريش عليها انا بغيتها تمشي للزنقه تكرفص. الله يرحم لك الوالدين دير لها دويره فين تستقر. وهي منك اللي هادشي اللي نقدر نقول لك راه كتهضر دابا والله انا بغيت منو حتى حاجه بغيتها في يدي لي فين تستقر حيت وعدني وانا صافي ما بقاش محتوى عندي ولات عندي شوف تيفي والله القاسم ما نقلبها واقيلا شوف تيفي نبدا نقلب على مشاكل الناس هي هذه اخر فيديو غندير هو هذا اخر فيديو آخر مريم اخر فيديو هو هذا بنت الناس قدام هاد الناس كاملين عرفتي والديا وداروا فيا امي وقالت لي نجي خرجها ولا نجي انا نخرجها با براس واش قال لي مريم قدامك في التليفون يا تخرجيني نجي نخرجها حتى واحد مريم ما قبل عليك بنت الناس دخلي سوق راسك اللي كليناه تاكلي معنا اللي شربناه تشربي معنا كسوتك غدا توصلك لا قسم الله غتاخدي مجموعين راه ما عندي بقر ما عندي هذا اللي غدا ندمر عليكم هاد القناه ما تبانيش معايا فيها قناتي مطلعاها الحمد لله راه شحال منهم تيقول لي راه تموت امي سعدي ونشي الدبان ياك في تيك توك كاع ما كتبان معايا مريم ما والو بوحدي كنتقاتل على 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 الباج ديالي كنطلع فيها وطلعتها الحمد لله بوحدي وحتى اليوتيوب كذلك كتشوفوا الناس مني الحوايج زوينه علاش حيت عندي ناس كتبغيني وكنبغيها مي هادشي كيضر في الخاطر بصح هادشي شوفوا هادشي واقع ما كنخترعوش حنا هادشي واقع كيضر في الخاطر خاصها تجي تحد وخاصها تجي تحبس هاد السيده الا كتسال من خوها شي حق يعطيه ليها ويسالي هاد الفيلم انا هي غتبقى معايا تعيش باش ما قسم الله دارت معايا ها ولا ها الباب حيت انا ما عنديش من نزيد بارك عليا راه ولادي عندهم امتحانات عندهم موحد عندي اناس راه انا راسي راه انا راه حمو قد بهمو ان شاء الله راه غتشوفوا مني الحوايج زوينه باذن الله غتشوفوا مني ان شاء الله نبارطاجي معكم غير الحوايج زوينه والحوايج اللي تعجبكم الحوايج اللي شدني شي نخسف في ظهري الحوايج اللي غادي تفرجوا فيا قدام العائلات ديالكم وانتم مفتخرين بيا وان شاء الله غادي نغير لكم النظره اللي كتشوفوا بها ساره غتشوفوني ان شاء الله مره ونص غنتقاتل على ولادي وتكبروا معايا نتوما ولادي حيت هادو ماشي ولادي بوحدي ولادكم حتى نتوما ان شاء الله وغتشوفوهم معايا والحاجه اللي ما عجباتكمش فيهم غتخليوها ليا في الكومونتيرات ومن اليوم غنولي كل كومونتير نخلي لكم فيه قلب يعني راني كنقرا الكومونتيرات ديالكم كاملين سواء ايجابيين سواء سلبيين الايجابيين على راسي وعيني وحتى السلبيين انتقادات فوق راسي حيت تبغوا لي المصلحه ديالي كنواعدكم من هنا غتشوفوا مني غير حوايج زوينه باذن الله وتكبروا معايا ولادي وتوقفوا معايا حتى نكبرهم ان شاء الله وهاد بنت الناس بغات تغير نعضوا فيها كاملين نشدوا بسناننا وبايدينا نعنقوها ونزيدوا بها لقدام ما سمح فيها خوها ما نسمحش فيها انا وما تسمحوش فيها حتى نتوما لكن لو وعداتنا غتغير حاجه وحده فهاد السيده اللي زوينه كتعجبني الصاله في الوقت كتخطاهاش الصاله انا كنصلي ونقطع ما هي كتصلي في الوقت تبارك الله عليها الصاله تبارك الله عليها انا نقولها لكم وصلك تنهي عن الفحشاء والمنكر واخا انت كلك فحشاء ومنكر يا بنيتي وما درتي فيا يا بنيتي وغرك الغدار وما حطيتي فيا شي كاين وشي ما كاين يا بنيتي وشرشمتيني هاك 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 درتي لي مريم انت شوفي كنت مجموعه شوفي اش درتي مريم اما قال لك الله الو دو 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 دو, دو, دو. الو دو 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 دو, دو, دو. الو خلوتيها منه وخلوتيها منه وحركتيها بكره عكل فحال شي قنبله تشرشمت ما بقيت عارفه ساسي من راسي انا مسيره حياتي من كنكذب ما كننصب غدا بها هكا اللي كيشوفني كذابه سوقو هذاك واللي كيشوفني نصابه شغلو هذاك ما يمكنش نغير النظره ديال واحد الانسان الوقت اللي كتبين ما مريم جيتي انتيا بغيتي زعما ديري واش بلاستيك واش كيحسب ليك زعما الا مشيتي حتى عطيتي واحد الفكره عليا راه ما نعرف غيطلع قرايب شوفي راه كلشي فيا انا
راه انا المراه انا الراجل وشتي كلشي على عيني، راه ما غايجيش شي واحد ينقدك سوى الله سبحانه وتعالى. راه مادام تلاقيتي بيا والا راه كيدرتي شي حاجه زوينه في حياتك مريم، وانتي قلتيها ما مره ما جوج مريم، كتصليش كتقول يا مريم كنسمعك بودني، دخلت عليك بالله وربي فوق منه وعباد الله كيشوفوا شاهدي ملي كتصلي اش كتقول؟ الحمد لله اللي جبتيني هنا ياك ولا لا مريم؟ اش كتقولي ليا؟ انا عرفت راسي مزيانه ما درت شي حاجه خايبه في حياتي، واش قلتي ولا ما قلتيهاش؟ ما عرفتش انا علاش فاش كتفكر ولا علاش كتقلب، ما عرفتش انا نسول دابا قدامكم فاش اختي كتفكري دابا واش نفكر فاش ما كنفكر في والو، لا انا كنهضر معاك انت كتشوفي وكتفكري فاش كتفكر ما كنفكر في والو هاك ولي داكشي شوفي ما كنفكر حتى في شي حاجه هضري مع الناس انا ما كنفكر حتى في شي حاجه انا كنتسلط لك وصافي انا كنفكر عارف المشاكل ديالي هادوك هما اللي قلت لك فاش كتفكري ما كيختي شعلتي معايا هاد الشعله منيت كتهضري منيتي كنهضر جيت نهضر معاك شعلتي معايا مريم نعوذ بالله مشي تهضري جيت فين شعلتي معاك حيت انا ما قصدتش والو قصدت فيها زعما فاش كتفكري يعني واش في خوك ولا في شي مشكل كنت عارف مشاكلي مشاكل اللي كنفكر فيها كنشوف راسي واش غادي نبقى في هاد الحياه هكا ولا غادي نزيد ما فيش اش باقي ربي مكتب ليا واش باقي ربي مكتب لي شي مصايبه اخرى واش باقي ربي مكتب لي شي مصايب اخرى ولا صافي ربي غادي يهدلني واش غادي يدير لي شي عتبه في نسق قافله الموت ولا غادي نبقى مطوحطحه ما عرفتش انا هادشي باش كنفكر دابا انا عندي مطوحطحه انتي قلت لك انا قال فكر ربي اشنو باقي لا بغيت نسول قدام الناس دابا انا مصيبه شكون اللي قال لك مصيبه قلتي نتفك من هاد المصيبه انا قلتها دابا قلتي هاد المصيبه ما المصايب اللي كيجيوني ولا ما عرفتش كنتي كتقولي ايوا دابا انت مازال ما عرفتي والو كتقولي مصيبه شنو مصيبه قلتي مصيبه دابا قلت لك واش باقي غادي نفكر في شي مصيبه اخرى غتجيني ثاني ولا ربي صافي غادي كارني وانت علاش المصيبه اللي تجيك ثاني على هاد المصيبه اه زعما المصايب اللي دازو عليك ما عرفتش ما فهمتيش وما عرفت الله اعلم مريم كي كتهضري هكا صافي الله يرحمني كويدي صافي دابا خليني دابا هضري مع الناس اللي كتهضري معاهم وقيلا ما غنتفاهمش معاها بصح والله انا ما غنتفاهمش معاها يمكن ما غنتفاهمش معاها بصح حيت شوفوا الطريقه اللي انا كنهضر معاها وكنحاول نتواصل معاها ونعاونها وهي كتبقى انا تما ماما وهي كتدور فيا يعني ما كتهضرش معايا باحترام انتم شفتوها بغاتني انا نبقى نجبد في الموضوع ديال خوها انا ميمكنش نهضر على واحد الانسان انا ما كنعرفوش انا بغاتني نبقى نقول لها باش تبرك في خاطرها واخويا حشومه عليك حيت هادشي اللي قالت لي قبل ما نبداو الفيديو قالت لي قولي لي حشومه عليك كيف ما درتي لاختي عتبه دير لي انا عتبه ياك حتى انا باغا دار ياك قالت لي قولي لي ماكا وبدا يتغوتي انا اختي ندير لك خاطرك هانت اخويا الله يرحم لك الوالدين اخويا عطي لهاد السيده حقها راه كاين الله وكاين الموت اخرا غندفنو تحت القبر هاد السيده كليتي لها رزقها هاد السيده كليتي لها ارضها ياك هاد السيده كليتي لها ذهبها هاد السيده قسمت وورت شنو قلتي لي قبيله نقول قسموا الدار كلها قسموها قسمت شحال فيها من اطاش قلتي لي ما حضرتش لهم انايا قالت لك هادشي اللي قالت لي ما تهضريش في هذا الموضوع دابا زعما بقى فيه الحال اسيدي كليتي لا رزقها هي كتقول قالت لك هي كتقول لي انا نقول لك انت بسميتها هي كليتي لا رزقها عطيها رزقها وقسم اسيدي معاها الدار وقسم معاها شري لها الطوموبيل بغات وبغات دويره كما داكشي اللي درتي لختها غديروا لها هي ياك انا ديري ها اللي كان عادي ديك عادي كان دويره ب 16 مليون كما قالوها لي الناس قالوها لي قالوا لي فاش جات وباع الدار
وخدا فلوسها قسمها لنعرف شنو دار، وعنده فيلا اخرى بن سليمان قال له باقي كيأتت فيها وكيصوف فيها، قال لي راه ماشي ما مخصوص، ماشي مخصوص ورزقو هذيك ورزقو هذاك. واش تي باغي تحاسبي مع السيد على رزقو ولا دخل الصحه هذا؟ ها مريم ايوا صافي اختي الله يعاونك، هضري على ورد قلتي الورد تاع الدار وخليك في الدار صافي الله يعاونك. شوف سيدي الله يجازيك بخير، الله يرحم ليك الوالدين، الله يسهل عليك اخويا، انا ما كنعرفكش دير شي ولد الخير. شوف لهاد السيده شي دويره غارسونيير خدها ليا وطلق قسم الله في الشهر وجيبها، راه هادشي السيده باغا حقها. قالت لي انا قبيله قبل ما نبداو الفيديو قولي لي هاد الهضره، قلت لها اش باغا ديري بالدار وانت ساكنه؟ قالت كسيدي انا باغا نكريه وملي غيطلع لي الدم نخرج داك الكاري ونمشي نجلس فيها واحد السيمانه شويه نرجع عندك. قالت لي ونعاود نمشي نكري نرجع عندك ونرجع نكريها واحد شويه، قالت لي نطلع للعمره ياك، قالت لي ونخليها مكريه نمشي. قلت ديري العمره ياك قلت لي الزقيقه هي صافي صوت على البيت دير بيه اللي بغيت، يبيع عمره ولا شي بيه بطبه ولا فلوس ضلي باعه يعطيني حقي فيها. ختامها مسك واخا ما بالي مسك، نقول لكم واحد الكلمه كتقولها لي امي السعديه. شوف سياد نعامه يلقاها يلقاها وانا لقيت هاد المره كوبيعت معنا.